تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات لغاية يوم 27 مايو 2014. أكرر مرة تانية اللي بقولها كل أسبوع ولن يعني أبطل هذا التعليق، أنا لا أحدد مواعيد لكن بقول الكلام ده عشان نشجع بعض، لأن المسيح قرب يجي. معرفش هيجي إمتى، في شهر، في يوم، في شهر، في سنة، في قرن، معرفش. وفي نبوات فعلا قالها الكتاب المقدس لسه ما شفناهاش، زي ما قلت ابن الهلاك، حرب هرمجيدون، ظهور الشاهدين، ومعلمنا بولس الرسول قال المسيح مش هيأتي إلا مئات ابن الهلاك بولد، حزقيال 38 وغيره. أعرف أعتقد أنها اقتربت جدا وقد تكون سريعة، زي آلام الأم الوالد اللي هي بتبقى متسارعة، بتبتدي الآلام كل يعني ربع ساعة، بعد كده كل 10 دقايق، بعد كده بتبتدي تتسارع جدا. ده اللي قاله الكتاب المقدس كماخذ. ففي علامات كثيرة من اللي قالها الكتاب لسه ما حصلتش، ولكن يوجد علامات كثيرة أيضا من اللي قال عنها الكتاب المقدس إن هي هتحصل في الزمن الأخير أو في الجيل الأخير، بدأت تحصل، يجب أن ننتبه إليها. فأنا ما أعرفش المسيح حياتي إمتى، قريبا أو فيما بعد، لكن أعتقد سريعا، فلا أحدد مواعيد بل أرفض من يحددون مواعيد، ولكن بذكر نفسي وده هدف كلامي إن احنا محتاجين نستعد، ويستعد مش عشان بس المسيح هيجي إن كان هيجي قريبا، ولكن استعداد علشان قبل الظلمة، لأن قبل مجيئه في ظلمة هتعدي، لو ما عندناش زيت كفاية مش هنعرف نعديها. مهم قوي نستعد من دلوقتي عشان نعرف يكون عندنا زيت كافي في مصابيحنا نعد به الظلمة، ونبقى زي الخمس عذارى الحاكمات ليس مثل الخمس عذارى الجاهلات. أيضا عشان الإنسان اللي يسلم وديعته النهاردة لبكرة يكون مستعد. اللي مش هيجهز زيت في مصابيحه مش هتكفيه لعد الظلمة. انتبهوا، أقصد الاستعداد والزيت، أقصد بالخدمة، بالصلاة، بالقراية، بالصوم، بحياة التأمل، قرب من ربنا، اعرف ربنا، عاشر ربنا، خلي روحه القدوس يملأ قلبك ويطهرك، خلي ثماره تظهر عليك، اشهد عنه، اخدم اخواتك. ما اعتقدش حد ندم ان هو بدأ يستعد لمجيء المسيح ويسلم وديعته وفارق الدنيا، اكيد كان فرحان انه كان مستعد. اكتر من واحد قال لا المسيح مش جاي دلوقتي، ما ليهم 2000 سنة بيقولوا قرب يجي وما جاش، وفي الاخر سلم وديعته ما كانش مستعد، صح؟ بعض الأحداث اللي قالنا عنها ربنا، قالنا تكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، على الأرض يكون في كرب، مشاكل، خوف بيزيد، كوارث قديمة، لكن الفترة الجديدة تبقى الخوف أكتر من الكوارث، بحيرة البحر والأمواج تضج، الناس تخاف، الناس يخشى عليهم خوف من انتظار ما يأتي على المسكونة. قالنا أيضا يعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونار وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير. قال لنا رب يسوع المسيح في متى 24 ومرقس 13 ولوقا 22 ولوقا 21 يكون فيه أحداث كتيرة، أو بيئة وزلازل وغيرها كتيرة. طب ليه ربنا قال لنا قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ بيقولك الكلام ده عشان تؤمن، أيضا عشان تنتبه وتستعد متى بدأت هذه، زي ما قال لنا ربنا في إنجيل لوقا 21-28، لما تبتدي مش لما تنتهي، وتكتمل لما تبدأ. فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. قال لنا الكلام ده علشان نستعد. علامات في السماء، حمامات نيازك ده هيحصل المفروض ان هو اقترب جدا، وهيوصف ان هو مرة في العمر، ده من لوس أنجلوس تايمز. Once in life meteor shower may be in its way. توقع طبعا مذنب لينير ان ذيله سيصيب القمر بكثير من النيازك، ده سبيس ووتش بيقول هذا الكلام، ففي علامات كتيرة بنشوفها. ايضا سقوط كرات نارية مستمر، لكن واحد منهم غالبا بقايا ساتلايت وقع في استراليا. فالعلامات الفضائية كتيرة زي ما ربنا قال علامات في السماء. طب ليه قال علامات في السماء؟ مش معناها حادث هيحصل النهارده ولا بكره، لا، ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، لكن قال لما تشوف ده محتاج ان انت تنتبه وتصحى وتفوق من مشاغل العالم وتستعد لربنا. مهتم باسرتك بس برضه تهتم بابديتك. براكين، بركان السلفادور بيسبب اخلاء 1000 من السكان، ومعدل البراكين زاد، وزي ما قال الكتاب دخان نار.
الزلازل اللي قال عنها في انجيل متى 24 زادت جدا. يوم الاربعاء 36 زلزال في يوم واحد، منهم 5.9 من عشرة في الهند، 5.3 من عشرة في اندونيسيا، 5.2 من عشرة في ايران، 5.3 من عشرة في شيلي، 5.1 من عشرة في جزيرة بريستون، 5.6 من عشرة في تايوان، 5.6 من عشرة في المكسيك، كل دول فيهم. يوم الخميس 28 زلزال، يوم الجمعة 35 زلزال، منهم 5.2 من عشرة في المحيط الأطلنطي، و5.6 في الصين، و5.6 في روسيا، و5.3 في جزيرة سليمان، 5.2 في اندونيسيا. يوم السبت 33 زلزال، منهم 1.6.9 من عشرة في اليونان، ربنا يرحم الناس اللي تضرروا أو اللي أصيبوا من هذا الزلزال، و5.6 في المكسيك، و5.2 في الأطلنطي، و5.1 في بيرو. يوم الحد 35 زلزال، يوم الاثنين 36 زلزال، منهم 5.2 من عشرة في جزيرة أوزوريس، في جزيرة أزوريس ليست أوزوريس أنا آسف أزوريس، وفي وخمسة في جزيرة سليمان وغيره. زلزال اليونان على فكرة وصل من قوته إن هو وصل لغاية تركيا، اللي هو كان 6.9 من عشرة بصورة الخبر. فالزلزال اللي ضرب اليونان ده وصل لغاية تركيا. حنا يا رب فعلا زلازل زادت قوي، وربنا قال الكلام ده، زلازل هتحصل كتيرة في آخر الأيام. ربنا بيعمل الكلام ده مش معناه إن بسبب الزلازل زادت يعني بكرة هيحصل حدث ولا الأسبوع الجاي، لا، لكن بيعملها كلفت نظر للناس، يقول لهم أنا قلت لكم من 2000 سنة هيحصل وحصل، ما استعدتوش ليه؟ موت الكائنات الجماعي. يوم الثلاث اللي فات موت كم ضخم من الأسماك في كاليفورنيا، في كاليفورنيا ومينيسوتا. هذه الصورة قدام حضراتكم، وهذا الكم الرهيب من الأسماك اللي مات. يوم الأربعاء 21 مايو موت كم كبير من الأسماك في كازاخستان، هذه صورة الخبر. نفس اليوم يوم الأربع موت مئات الأطنان من الأسماك في الفلبين. يوم الخميس 22 مايو موت كم كبير من الأسماك في تركيا، هذه صورة الخبر وهذا الكم المرسوم قدام في الصور قدام حضراتكم. حاجة على حضرتك أستاذ إليناس، أنا عايز أسمع إيه اللي حضرتك بتقوله. يوم الجمعة 23 مايو موت عدد مئات من السلاحف البحرية في البرتغال، هذه صورة الخبر. نفس اليوم موت كم كبير من الأسماك في بحيرة في الصين، هذه الصورة قدام حضراتكم. يوم الجمعة 24 مايو موت أسماك في نهر في البرازيل. نفس اليوم موت 40 طن من سمك السلمون في بيرو، 40 طن تخيلوا. نفس اليوم موت مئات الأسماك في فرنسا. يوم الحد اكتشاف حيتان ميتة على شواطئ كاليفورنيا. يوم الاثنين 26 مارس موت مئات الآلاف من الأسماك على شواطئ تكساس أمريكا، آلي ده آي ويتنس نيوز من أي بي سي 13. شوف الكم الرهيب اللي قد ايه اللي صوروه على الشواطئ. Hundreds of thousands dead fish in Texas. زي ما قال سفر هوشع على اواخر الايام سمك البحر ينزع. البعض بيتساءل هل في حد هيتحرك كرد فعل لملايين الاسماك والمئات الاطنان اللي بتموت كل يوم حول العالم فجأة؟ البعض بيتساءل في حد هيتحرك للموضوع ده؟ الإشكالية الموضوع ليس بس على السمك السطحي، لكن حتى أسماك الأعماق التي لا ترى ابتدت تظهر ميتة، مما يوضح أن التلوث وصل لأعماق المحيطات. Creature from deep, from the deep, signal major earth change. الكائنات اللي مش متعودين الإنسان عليها لأنها بتعيش في أعماق 900 متر و 1000 متر وأكثر، بدأت تظهر ميتة على الشواطئ. هذه صور الكائنات اللي صوروها قدام حضراتكم. الأوبئة برضو نتكلم عنها الكتاب المقدس في نهاية الأيام، تحذير. دراسة العلماء على الفيروسات بتغيير جينات الفيروسات بيدرسوا ازاي بتتطور الفيروسات، وبعد الدراسات دي عشان تستخدم عشان التطور ده يسبب كارثة وبائية ما يقدرش العالم يقف قدامها. ده الجارديان بتقول هذا الخبر. التجارب اللي بيعملها الإنسان بنفسه على الفيروسات هتعمل بانديميك، جلوبال بانديميك، بانديميك ده ما يقدرش الانسان يقف قدامه. تزايد عدد الموتى من
الفيروس ميرس او الكورونا فيروس ما زال مستمر. 6 تانيين ماتوا في السعودية بسببه، ربنا يرحمهم. أيضا فيروس شيكو نيجونيا في الكاريبي، ده لايف ساينس اتكلم على هذا الأمر، ده فيروس جديد بتنقله البعوض، ابتدى ينتشر وابتدى يسبب مشاكل كتيرة زي الدومينيكان وغيرها، ده من الياهو نيوز أمام حضراتكم. الطقس فعلا أمواج البحر تضطرب، سحابة على شكل عيش غراب على جزيرة يابانية تزيد الرعب، ربنا بيلفت نظر الناس. واحدة تانية في ويو شكلها آدي من يو اس توداي مصوراها، الصورة قدام حضراتكم. أيضا تحذير من تغيير حرارة المحيط الهادي قد تكون هي السبب بتاع الشتاء اللي الناس كلها في أمريكا وفي كندا بتقول الشتاء ده غريب ما عداش علينا بالمنظر ده قبل كده. هذه صورة الخبر. إعصار أماندا يعتبر أقوى إعصار في مايو في التاريخ، شهر مايو من الأفريج بتاع مايو بأقوى واحد عدى عليه هوريكين أماندا. هوريكين أماندا became strongest one May record earliest Cat 5 on record. البرازيل بتصاب بعاصفة من كرات ثلجية هيل بس شديد قوي مش متعودين عليه. أخبار الحروب، حروب وأخبار حروب زي ما قال الكتاب المقدس، حروب تحصل وبعدها تسمعوا أخبار حروب، تعتقدوا الحرب هتولع ما تولعش. كوريا الشمالية اقتربت من تطوير أسلحة نووية تدمر اليابان، ده صورة الخبر. أمريكا ترسل سفن حربية أكثر إلى بحر جنوب الصين، فالموضوع هناك مضطرب جدا. أيضا هناك تعجب اللي بتعمله إيران اللي بتبني هياكل لحاملات طائرات أمريكية، هل هي هياكل سفن أم هي فعلا حاملات طائرات حقيقية تحمل عليها إيران الطيارات اللي هتحارب بيها؟ أيضا التلفزيون الإيراني مش مبطل فيلم جديد تاني الهرام بتهاجم بالأسلحة النووية على إسرائيل وبتدمر إسرائيل تماما. بريزيان فيلم شو نيوك وار ويف إسرائيل. أيضا وسائل الإعلام الإيرانية بتذيع خطة كيف تستطيع إيران أن تدمر الأسطول الأمريكي بكل سهولة. الكلام ده بيتذاع في إيران وأمريكا، أو مش أمريكا أنا آسف، إدارة أوباما الأمريكية في منتهى المساعدة لإيران علشان تبوظ الجيش الأمريكي. مش عارف إيه اللي بتعمله إدارة أوباما مع إيران. آية الله خميني بيقول إن الجهاد سيستمر ضد أمريكا حتى لا تكون هناك أمريكا تماما، ده الكلام ده في ياهو نيوز. إيران سوبريم ليدر اللي هو آية الله الخميني بيقول جهاد will continue until America is no more، وبيسموا إسرائيل الشيطان الأصغر وأمريكا الشيطان الأعظم، ورغم كده أمريكا بتساعد، أو إدارة أوباما أنا آسف مش أمريكا. روسيا تخطط عشان كمان تبني 8 مفاعلات نووية جديدة في إيران، ده من ياهو نيوز. أيضا روسيا تبدأ في تصميم صواريخ أعلى من سرعة الصوت بكثير، هيكتمل الكلام ده في 2020. هايبرسونيك ميسلز. روسيا بتحذر حلف الناتو من أنشطته على حدود روسيا، وده ممكن يشعل حرب بأي وقت أو أخبار حروب بس. خلاف بين كوريا الجنوبية والشمالية بعد أن عبرت مركبة حربية من كوريا الشمالية حدود المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية اللي أطلقت نيران تحذيرية عشان يرجعوا، ده من ميل أونلاين، والموقف مشتعل جدا ما بين كوريتين. واشنطن بتدخلها قد تجبر أن تخوض الحرب في بحر الصين سواء ما بين الكوريتين أو سواء ما بين الصين واليابان أو حتى في الفلبين. اضطهاد المسيحيين اللي بيحصل وبيزيد، بس بيحصل بطريقة ان المسيحيين ماخدوش بركة الاضطهاد، فالشيطان بيزداد شر وخبث وذكاء. زمان كان يجيب المسيحيين يترك الإيمان يموت، الإنسان المسيحي يصر التمسك بالمسيحية ويستشهد وياخد إكليل الشهادة. دلوقتي يجبر المسيحيين ان يتركوا الإيمان بطريق غير مباشر، أو يبقى فاتر، أو يضطهدهم بحيث ان هو ما ياخدش إكليل الاضطهاد.
تفجير بوكو حرام الأخراني يقتل 26 نيجيري، طبعا معظمهم مسيحيين، بعد تفجير تاني يقتل 118 نيجيري. والعالم لا يتحرك ضد هذا المجرم الإسلامي، سامحوني يا أخوة المسلمين، الذي له في رسوله أسوة حسنة، بيطبق الفكر الإسلامي بالظبط زي ما كان بيعمل الرسول. العصابات الإسلامية لبوكو حرام في نيجيريا بتقتل الأسبوع الماضي أكثر من 100 مسيحي، منهم 50 هربوا إلى بيت السيس فحرقوهم أحياء ودفنوهم مكان بيته، ولا حد بيتكلم، ولا حتى وسائل الإعلام الغربية مهتمة. مهتمين جدا بحقوق المثليين والشواذ، لكن هل مهتمين بالمسيحيين اللي بيتحرقوا بالعشرات والمئات؟ لا. الدول العظمى لا تبالي أي اهتمام بالمسيحيين، إلا أمريكا اللي بدأت تقلق، ليس بسبب قتل المسيحيين اللي بيوصل أرقام رهيبة، لكن بسبب إن بوكو حرام بدأ يهدد المصالح الأمريكية في أفريقيا. ده الـ NBC نيوز بتقول هذا الكلام. قرار من محكمة أمريكية عليا بأن الكنائس والكتاب المقدس وأي رمز أو صلاة مسيحية ممنوعة في الأماكن العامة. ليه؟ بتضايقوا الملحدين وبتضايقوا المسلمين وبتضايقوا المثليين، عيب عليكم المسيحيين، إزاي تأذوهم تشيلوا الصليب؟ لكن هو يشيل علامات الشيطان مش مشكلة. هو يشيل الصليب مقلوب ويسخر منه، حرية، بيعبر. هو يشيل علامات الشواذ ويدعي إليها، حرية. هو يدعي للإلحاد ويبشر إليه ويشيل رموزه، حرية. يا مسيحي تشيل الصليب، لا ده مش حرية، ده بتأذي مشاعر الناس الباقية. حكومة الصينية تطرد 1000 مسيح من الكنيسة بسبب شكوى من الشيوعيين أن منظر الكنيسة الكبير مؤذي للعينين، وتقرر الحكومة هدم كنيسة المؤذية للعين عشان المبنى كبير شوية. ده من ناشونال بوست. كنيسة مبنية من زمان بيصلي فيها أكثر من 1000 مسيحي، هتهدها حكومة الصين اللي تحارب المسيحية بشكل بشع هذه الأيام بسبب شكوى من ناس شيوعيين مش عايزين الكنيسة دي في الصين، رغم إن الكنيسة دي لا حواليها مباني ولا حواليها حاجة بتضايق حد. وفي الوقت المقابل ممنوع المسيحي يمسك الكتاب المقدس ويتكلم عنه في الأماكن العامة. كتاب الملحد الصغير بينتشل بشكل رهيب في المدارس اللي بتمنع الكتاب المقدس الأمريكية. فكتاب الملحد الصغير دلوقتي في كل مكان، Young Atheist Handbook. الناس اللي عايشة في أمريكا خلي بالكم، احتمال كبير يكون الكتاب ده وصل لإيديهم. الانحدار الأخلاقي، حدث ولا حرج. القبض على مروجي أفلام جنسية للأطفال، أنا آسف أأذي بمشاعر البعض، لكن الأمر ده إحصائيات ابتدت توضح إنه انتشر جدا في الأيام الأخرانية. رجعنا لأيام لوط وأيام سدوم وعمورة وأيضا أيام ما قبل الطوفان. أول قضية في المحكمة عليا من الشواذ تؤدي اليمين، أدي صورة الخبر قدام حضراتكم. طبعا دي أي نتيجة واحد مسيحي هتحكم ضده، أو أي حاجة مسيحية تحكم ضدها، وأي حاجة للشواذ هياخد حقه تالت ومتلت. إحصائيات تقول إن أغلبية الأمريكان يقبلوا أن ينتخبوا رئيس شاذ. أمريكا خلاص مش مسيحية anymore، ومحدش يقول إن أمريكا مسيحية. Majority of Americans ما عندهمش مشكلة، they are fine مع أمريكي رئيس جاي، ما عندهمش مشكلة في الأمر ده. أيضا إحصائية أخرى توضح أن عدد الأمريكان المستعدين ليصوتوا لصالح رئيس أمريكي ملحد ما يطلعش يقول أمريكا تحت رعاية ربنا في ازدياد مستمر. تقرير عن مشروع عن قانون، أنا آسف سامحوني، يسمح للأطفال من 9 سنين أن ياخدوا أدوية تؤخر البلوغ علشان يختاروا الجنس اللي يريدوه فيما بعد. عشان لو حب يعمل سكس تشينج، الواد اللي مش عاجبه قبل ما يبلغ لو حب يختار ان هو يتحول لبنت، او البنت اللي عايزه تتحول لواد، ايه المشكله؟ انا سن يعني 9 سنين، ممكن الواد لو قرر ياخد ادويه تمنع ان هو يوصل للبلوغ عشان لو حب يغير جنسه فيما بعد. ايه رايكم؟ ده مشروع قانون. على فكره ربنا بيزعل جدا من اللي بيعصر الاطفال، قال لان ملائكتهم ينظرون أمام أبيكم السماوي. حاجة صعبة أوي.
مدرسة أمريكية تعرض للأطفال أفلام عن زواج المثليين عشان تعمل دعاية للمثليين عشان الأطفال يتشجعوا ويبقوا مثليين. ما تقوليش الشواذ ده يا حرام دول غصب عنهم. لا مش غصب عنهم، مش حرام، مش يا حرام. للأسف اللي بيعملوا العثرة دي هيتحاسبوا جدا أمام ربنا. كان خير ليهم لو اتربط حجر عقب رحف رقبتهم وألقوه في المية قبل ما يعصروا الأطفال بهذه الطريقة. طرد خبير في أمراض الإيدز، ليه؟ كل الراجل اللي قالوا إن الشذوذ بيضر بصحة المجتمع لأنه بيساعد على انتشار مرض الإيدز. الجروب 6 بتاع الشواذ والكلام ده بينشر السك، بينشر الإيدز. دي الكلمة اللي قالها الراجل، ما قالش حاجة غلط. اتطرد من وظيفته. ليه؟ بيأذي مشاعر المثليين. كارثة أكبر. أنا قلت لكم على نص خروف نص بني آدم اللي عايزين يعملوها. دلوقتي بريطانيا بتفكر تقوم بتجارب على أجنة البشر ليكونوا من ثلاثة أشخاص وليس رجل وامرأة، يعني مش من اثنين رجل وامرأة، لا احتمال يعملوهم من ثلاثة. يعني يبقوا بدل ما اثنين في 22 زائد اكس وواي احتمال يخلوهم يعني بدل 46 يوصلوا يبقوا يعني حاجة كده 69. ليس اختبار الجنس، لا ليس اختبار الجنس بمعناه 44 زائد اكس وواي، لا ده كروموزومات اكتر. ده هيجربوها على مين؟ على اجنة البشر. تقرير من كريسما نيوز عن انحدار امريكي اخلاق امريكي بيقول يعني امريكا بقيت الاعظم في كل شيء من ناحيه الانحدار الاخلاقي. highest percentage of single parent family، يعني العائلات الفرديه اللي تلاقي ام تقول لك single mom او single father. ليه ده؟ ما انتوا بتتطلقوا. highest abortion او الطلاق معدل، اسف، معدل الابورشن او معدل الاجهاض في العالم. امريكا في العالم highest rate of sexual transmitted disease، معدل الامراض الجنسيه. امريكا the highest rate of teenagers birth by far، البنات الصغننين اللي لسه 13 و14 و15 سنه يخلفوا لانهم بيفعلوا الشر في هذا السن. highest rate of teenagers drug use، استخدام الأطفال للمخدرات. أعلى دولة في معدل الانحدار الأخلاقي في آخر 50 سنة، وعلى فكرة هجيب لكم الإحصائية اللي فيما بعد بتفصيلات أكتر بس في سلسلة الرد على الحرب والتطور. معدل الطلاق تضاعف. معدل انحدار اللي هو المراهقين تضاعف 3 مرات. معدل الجريمة ما بين المراهقين تضاعف 4 مرات. معدل ازدياد اللي بيروح السجن تضاعف 5 مرات. معدل الأطفال اللي بيتولدوا في خارج الزواج بسبب العلاقات ما بين البوي فريند والجيرل فريند تضاعف 6 مرات. معدل الاثنين اللي عايشين مع بعض بدون زواج البوي فريند والجيرل فريند تضاعف 7 مرات. طبعا الجي ماريج او زواج المثليين اصبح دلوقتي رسميا. اخبار اقتصاديه، لا زالت التحذيرات تزداد عن كساد اقتصادي قوي اي جاي اللي هو الريسيجن از كامينج، ده ايكونومست بيحذره. روسيا تمضي عقد لتصدير غاز مع الصين لمده 30 سنه، ده هيقوي روسيا والصين جدا، هيضعف امريكا واوروبا جدا. ده من البي بي سي نيوز بزنس، هذه صورة الخبر لما تم مضي هذا العقد وخط أناديب البترول والغاز اللي هيروح للصين بهذا المنظر من روسيا للصين. روسيا والصين أيضا يخططوا لإكثار التعامل بعملاتهم المحلية علشان يضعفوا الدولار أكثر. هذه صورة الخبر. والغريب أن وسائل الإعلام الأمريكية اللي تتحكم فيها إدارة أوباما بازدياد وتقلل من حرية الصحافة لا تتحدث عن هذا العقد الهام اللي يأثر على الاقتصاد الأمريكي جدا. بوتين بيقول بكل صراحة، مش فارقة معاه أمريكا ولا أوباما ولا الكلام ده كله، بيقول هو من جعل أوباما قاضيا
وبيقول عهد أمريكا الأولى كانت الدولة العظمى الأولى على العالم انتهى. ده من الياهو نيوز بيقول على أوباما who made him a judge، مين اللي جعله قاضيا؟ هو مال أهله، أنا آسف في التعبير سامحوني أخطأ، زلت لساني. وبيقول هو من جعله قاضيا. روسيا تنضم إلى الصين في شراء ذهب كثير جدا، فروسيا بتشتري ما يقابل 1.17 بليون دولار ذهب في شهر إبريل بس. الصين وروسيا الاثنين بيخزنوا كميات ذهب رهيبة هذه الأيام، وقلت الخبر لأكثر من مرة. في الوقت الاقتصادي الأمريكي والأوروبي في النازل. أخبار عامة، هيجي وزير الدفاع الأمريكي في تسجيل فيديو، وأدي اللينك اللي يحب يسمع بنفسه، بيقول النظام العالمي الموحد تم بناؤه خلاص. يعني قريب جدا هتلاقوا العالم كله تحت نظام عالمي واحد، تحت قائد واحد. تقارير تكشف أن الأمن الأمريكي في مشروع سابق كان يتصنف على ويسجل كل مكالمة تليفون محمول كانت تتم في البهاما. البهاماز كان كل مكالماتها المراقبة كان في مشروع قبل كده كانوا عاملينه ده ميل أونلاين. فكل سؤال على فكرة ممكن كل مكالمات تليفونك تبقى متراقبة بالكامل. ده اللي عمل كده الـ NSA. أيضا خبر عن أن الفيسبوك يريد أن يستمع إلى ما تفعل. فيسبوك want to listen in what you are doing. يعني ممكن الفيسبوك بكل سهولة لو حب يحب ممكن من جهات حكومية يتصنت عليك ويسمعك بتقول إيه، خاصة أن في ناس مشغلة الفيسبوك وسايباه للنهار شغال. اكتشاف بقايا سبط النسا من العشر أسباط المفقودة اللي البعض بيقول بها علامة مهمة لأنها هتظهر في نهاية الأيام، لقوه في شمال الهند وبدأت هجرة بعضهم إلى إسرائيل. First batch of the lost thread arrived in Israel. ده من سبط منصة. اختراع كبسولات أدوية بها شرائح كمبيوتر، عندما تصل الكبسولة للمعدة ترسل الكبسولة إشارة للكمبيوتر أن الدواء وصل، وممكن الدكتور بكل سهولة دي يتأكد أن المريض ده بياخد الدواء ولا لا. حاجة جميلة، تاخد القرص تاخد الكبسولة لغاية ما توصل المعدة، أو ما توصل المعدة ترسل إشارة للكمبيوتر بتاعك أن الدواء وصل. شركة تتخصص في إنتاج حلي بها جي بي إس علشان يعرف مكان الشخص مرتدي هذا الحلي. يعني فيما بعد كلكم هتبقوا معروفين مكانكم فين، لو ما كانش عن طريق السلفون عن طريق الحلي، ما كانش عن طريق الحلي هيبقى عن طريق عربيتك، لو ما كانش عن طريق عربيتك بطريقه او اخرى عن طريق المايكروشيب عن طريق الكريدت كارد بتاعك وات ايفر، هيبقى مكانك معروف في اي وقت. عشان كده بقول لحضراتكم العالم بيتغير، بيتغير بسرعه، بيتغير للشر، بيتغير للمساعده لمجيء ابن الهلاك اللي قرب يجي. عشان كده برضه بقول ان المسيح قرب يجي. انا ما بحددش مواعيد وارفض اللي بيحدد مواعيد، لكن بقول حقيقي محتاجين نستعد قوي. سواء هنسلم وضعتنا، سواء المسيح هيجي، او علشان الظلمه اللي هتاتي قبل المسيح اللي قد تكون اقتربت جدا واحنا مش بعضنا مش واخد باله. صلي، استعد، اخدم، تعرف على ربنا، ادخل في علاقه معاه. عشان قريب هتقف قدامه، لازم يكون بينك وبينه دالة. اخدم ولاد ربنا عشان يحبك. استعد لاستقبال العريس بلباس العرس، بالصلاة والصوم والتأمل، تنقيط القلب. أيضا ما تخافش. لو ما تمسكتش بالمسيح ممكن ما تقدرش في المستقبل، لكن لو تمسكت بالمسيح دلوقتي ما بيسيبش حد يفوت من إيدك. ما تخافش. خوف العالم زي ما قال معلمنا بطرس الرسول، ما تخافوش بل افرحوا. افرحوا لأن العريس اقترب. افرحوا ان الشيطان بيعمل كل ده عشان عارف مقدار العطيه الغاليه اللي اداها لكم المسيح، وعايز يفقدكم السلام. ما تنالش الاكليل، اكليلك غالي. استعدوا علشان لما تسلموها بيقعدكم في اي وقت تكونوا مستعدين. المسيح اقترب، افرحوا، اصنعوا اثمار تليق بالتوبه، واستعدوا لاستقبال العريس. ربنا يبارك حضراتكم.